والتضامن اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن. انا وحده من المستخدمين ديال هاد الفندق اللي حنا هاد الساعه واقفين حداه دايرين احتجاج. رياض موغادور المدينه اللي تابع لشركه موغادور الشعبي، شركه الشعبي ان هولدينغ ديال السي الشعبي، وكل واحد فيكم كيعرف اشنا هي ان هولدينغ. عرفتي باش المؤسسه تكون عندها ان هولدينغ سافيدير بان راها مؤسسه قويه وواقفه ماشي على رجليها، واقفه على رجليها وعلى يديها وعلى راسها وواقفه على كل شيء. سافيدير بان عندها تو لي مويان باش ديماري هاد لو سيكتور اللي كان واقف بوندون هاد المده ديال عامين. هاد لو سيكتور كان واقف مده ديال عامين وهاد الناس ما عمرهم شافوا فينا ولا وقفوا معنا ولا داروا لنا واحد الاستغاثه ولا واحد كي كيقولوا واحد ان بيتي بو واحد شويه من عندهم يعاونونا به ولا يساندونا به. نهائيا ما كاين والو. الدوله الله يجازيها بخير دارت العمل ديالها بطريقه فريمون ما كناش كنتظروها، حيت حنا الشعب المغربي كان توجور كيشوف في الحكومه بانها ما عمرها كدير والو. بالعكس ديال المشغل ديالنا اللي ما عمرو حط رجلو في اكادير ولا جا وقف ولا جا شاف هاد الخدامه كيفاش دايرين. بيان سور هو عنده هدف اكادير وعنده اوتيلات اخرى في مراكش، لي زوتيل ديال مراكش قراب ليه لان الاداره كاينه في مراكش، دونك هما كيتحاوروا معاه ديريكتومون واخا ما كيجيش ولكن كيكون ممثل ديالهم. حنا ما كاينش حتى شي واحد اللي تيجي عندنا ignorer 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 fois 10 puissance 10 ça veut dire هاد السيد الى ignorer puissance 10 pendant toute هاد الفتره. ما كاينش تغطيه صحيه ديال الناس، لا سنسس ديال الناس ما كاينش، كاينين الناس اللي خرجوا غوتخيت كيتلاقاو بزاف ديال المشاكل. علاش هذا السيد ما يجيش يدير الواجب اللي عليه؟ حنا مستخدمين تنديروا الواجب اللي علينا. احنا اليوم لو برومي كات الدوله قالت لك صالات الدعم ديالها كل واحد يمشي للعمل ديالو، احنا حتى التحقنا بالعمل ولوطيل ها هو كي كتشوفوا مسدود مسدود وما كاينش المشغل اللي غادي يتحاور معاك يقول لك علاش ولا كيفاش وشنا هو المصير ديالنا. بوغ لانستون احنايا تابعين القضيه مع سميتهم المسؤولين ديال المدينه، الدوسي ديالنا كاين في العماله وكنتمناو نتمناو هاد الناس باش يجيو يديروا معنا حل. حنايا مستعدين رجوع العمل، مراكش تفاوضوا معاهم وقالوا لهم سي ابارتيغ من هاد الشهر غادي يبداو يفتحوا واحد دو زوتيل، ومن دابا من لو بخومي كات حتى لافان ديال العام سافيغ حتى ديسمبر تال ديسمبر 2022 غادي يحلوا لي زوتيل كاملين ديال مراكش. مي اكادير بوغ لانستون مازال ما كاين حتى شي حاجه. علاش كاين واحد البوان دانتيروغاسيون كبير، علاش هاد لوطيل ديال اكادير ما عمرو تعطات ليه الاولويه لتا شي حاجه من نهار خداه السي الشعبي وهاد لوطيل غادي اللور الحضيض. السلام عليكم، اسمي محمد سوسي ممثل ماجورين تاع فندق موغادور المدينه. حنا اليوم سجلنا الحضور ديالنا عن طريق عون القضاء مفوض قضائي، لان الدعم اللي كتعطينا الدوله واخر جدير هو 31 مارس، وحنا اليوم سجلنا الحضور ديالنا باش نشوف واش كاين الاداره عندنا موجوده ما غير موجوده، واذا بينا ما كاين ابواب تاع الزبناء مغلوقين، الباب تاع الدخول تاع العمال مغلوقين، ومن هذا من بر العالمين نطالب تاريخ استئناف العمال، نطالب والي صاحب الجلاله من اجل فتح حوار جدي مع شركه موغادور الموجود مقرها بدار البيضاء، نطالب بتعديه الاجور ديالنا منذ عرض عمل من 7 الى يومنا هذا ان شاء الله بحول الله، نطالب بارجاع التغطيه الصحيه، نطالب بارجاع التعويضات العائليه، نطالب باداء واجبات الخيرات تاع الصندوق الدعم الاجتماعي والخيرات تاع الصندوق المالي للتقاعد. حنا الناس كنشدوهم لان الدوله عطات واحد الدعم استعجالي تاع الاصلاح وكنتمناهم تمناو حتى هما يكونوا مستفيدين. الا الناس ما غير مرغوبين في فتح الفندق او اخذ برنامج استعجالي كنطلبوا تطبيق القانون من هذه المنبر الاعلامي. السلام عليكم، معكم راني علوي نوس ممثل عمال فندق موغادور المدينه اكادير. اولا تنشكر هذا المنبر الاعلامي حياه يوميه لانهم ديما جايين تيواكبونا وتيوصلوا الصوت ديالنا للناس المسؤولين وتيساندونا في هذه المحنه اللي كنعيشوا حنا كطبقه عامله. كما كتعرفوا بان لوطيل رياض موغادور الناس المسؤولين انهم استغلوا هذه الجائحه هذه باش انهم يلقاو سبه ويسدوا لوطيل، ولكن هذه المساله هذه حنا ما سكتناش عليها وما عمرنا غادي نسكتوا عليها. ما بغاوش يحلوا، حنا منفتحين لجميع الاحتمالات، يا اما يعطيونا المسائل القانونيه اللي كانت سالو
يا اما ينزلوا معنا للتفاوض ونلقاو واحد الحل الوسط، نلقاو حل الوسط. هاد الناس هادو سدوا علينا جميع البيبان، ما بغاو يتفاوضوا معنا بطريقه معقوله اللي هي معقوله كما تنقولوا، تيتفاوضوا معنا كيصيفطوا لي شي واحد اللي ما عندوش مسؤوليه ما عندوش القرار وتيتفاوض معنا ربحا للوقت، وهذا الشيء كله ماشي في صالحنا ماشي في صالحهم. واخا حنا كطبقه عماليه اننا مقهورين وعينا وهذا، ولكن اللهم لك الحمد رزقنا الله الصبر، وما غاديش نسكتوا على حقنا باي طريقه بغاوها. ومازال تنقول حنا يدنا راه مفتوحه للحوار ونلقاو حل الوسط اللي يرضي الجميع، ولكن انهم باش يركبوا علينا شماعتهم بان السبب ديال ان لوطين ما كيتمشاش ولا ان هذا هو الخدام، لا، الخدام مغلوب على امره. تيجي الخدام تيدخل باش يخدم، تيبوانتي باش يخدم، راه المسؤوليه والمشكل فين واقع؟ في سوء تدبير وسوء تسيير. هاد الناس هادو عطاو مسؤوليه الناس اللي كتسير الشركه ككل، ما عندها حتى شي علاقه بالسياحه وبعاد على السياحه، لا بصفه عامه وعلى سير الفندقي بصفه خاصه، ولكن الضحيه هما حنا كعمال. ولهذا انا كنناشد المسؤولين انهم يلقاو لنا واحد الحل، والامور راه رحنا تقريبا عامين وحنا كنعانيو من هذه المساله هذه، لا اذان صاغيه ولا حوارات جديه، ولكن حتى حنا راه ما غاديش نتنازلوا على حقنا مهما طلب الثمن، اي حاجه تتصور على البال رحنا قادرين نديروها. ولكن باقي تنكررها من هذا المنبر الاعلامي، راه باقي يدنا مفتوحه باننا ما هربانينش من الحوار، لانه يكون حوار جدي وهداف، وما ماشي انه حوار كما تنقولوا لصالح واحد 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 الفئه، لا، الحوار اللي غادي يكون مصلحه للجميع. اجد شوف هاد الحاله يا صاحبي.